C'est parti pour la troisième course. C'est la Jaïza Standard Ball. خيول الجيزي أصيلة مزدادة وربات بها المغرب 4 سنوات فما فوق سباق مناصير في سي. المسافة هي 1900 متر. انطلاقة جيدة لرقم 6 أسمول أنزمور في ذكي حركة المبادرة في الصف الأول. الصعود كذلك ممتاز كتبه الآن من جانب رقم 2 مسترال السلام. الآن كتاخذ المبادرة في الصف الأول، رقم 2 في الصف الأول، ورقم 6 أسمول أنزمور في الدوزيام بلاص وفق الراكب تيباري الميموني. صعود ممتاز في الصف الثالث كتبه من جانب رقم 9 أولاد زهير مادحي. بقي رقم 2 مسترال السلام في انطلاقة متميزة في المركز الأول، ورقم 6 عصمون انزمور في الدوزيام بلاص رفقة الراكب تيباري الميموني. صعود لرقم 1 ايرموزو في الصف الثالث، ايرموزو كيرافقو جواد خياط في التروازيام بلاص من الجهة الخارجية. وكذلك صعود جيد لرقم 11 دياتينا مكي العمري في الصف الرابع من الجهة الخارجية. باقي رقم 2 في الصف الأول بيسترال السلامة عبد الله القندوسي الآن كيحاول أنه يرفع لقاءات السباق في المقدمة، لكن ضغط قوي جدا لرقم 6 عصمون انزمور. الحصان للسيد طاهر باعطي الآن كيطرق بقوة من جهة الحاجز وكيحاول أنه يتجاوز رقم 2 الآن يصل على الصف الأول بين رقم 2 هو رقم 6. وصعود جيد لرقم 4 بالما الأطلس الآن كيحاول أنه يمشي للصف الأول من جهة الحاجز لكن باقي بعيد. في الأثناء بما كنشوفوا رقم 1 إيرموزو الآن كيطلق بقوة من الجهة الخارجية وكيحاول أنه إذا يتجاوز كل من رقم 2 مسترال السلامة هو رقم 6 أسمون أنزمو. إذا نقل صراع ثلاثي على الصف الأول بين ثلاثة ديال الخيول، رقم 6 أسمون أنزمو، رقم 2 مسترال السلامة، ورقم 1 إيرموزو. صعود ممتاز كذلك لرقم 3 ميساق ديكريني من الجهة الخارجية. الآن صنع خط النهائي والمستقيم في هذا المسابقة. رقم 6 في انطلاقة متميزة في الصف الأول، رقم 6 ورقم 1 في صراع الصف الأول، رقم 6 أسمون أنزمور وإيرموزو، رقم 1 في صراع قوي على الصف الأول، بينما في الصف الثالث كنوجدوا رقم 9 ليا أولاد. بقى الآن صراع الصف الأول بين رقم 6 ورقم 1 لكن كيمشي للصف الأول ورقم 1 إيرموزو كينطلق بقوة في الصف الأول. إيرموزو في الصف الأول ورقم 6 في الصف الثاني، الفوز ل 6 عفوا 6 في الصف الأول ورقم 1 في الصف الثاني، فوز ديال رقم 6 أسمون أنزمور بالسباق الثالث. أسمون أنزمور كيفوز بهذا المسابقة رفقة الركيب تيباري الميموني. رقم 1 إيرموزو كيحتل المرتبة الثانية أكيد في انتظار تأكيد نتائج الوصول للمؤقت بعد لحظات.